Accept that? No, yeah. الديل بتاعهم هما الاثنين في مستوى جسمهم او الطف معنى كده مش مفهومش اي يعني مش عايزين مش مفيش اي عنف الديل بيتهز بالراحة ريلاكسي هما الاثنين فمقابلة حلوة يعني ما بين الكلبين في كلب تاني جه معاهم وهو مش عارفين هو ظروفه ايه بالظبط بس هو شكله فرندلي بس تنس شوية يعني حر شكله عطشان في كلب انت مصورينك فين هم يا سيدي انت بتصوري فين في كلب بعيد هناك صغير جدا يا ريت ما يجيش يلعب معاهم عشان دول كلهم كبال كلاب كبيرة في بعض لان الكلاب دي لو داست على الكلب الصغير يعني ممكن يقعص طبعا ده المكان الوحيد اللي انا بسيب فيه الكلب بتاعي من غير حبل لان لازم تبقى مسؤول عن الكلب بتاعك 100% ولازم يبقى الكلب بتاعك مطيع 100% لازم تبقى متحكم فيه يعني ما ينفعش ان انت الكلب بتاعك يبقى من غير حبل وما تعرفش تتكلمه ولا تندهه ويطنشك في مجموعة كلاب كتير رايحة تتعرف على حورس لعبي هو بس هو مستمتع بالظل بصراحة منفضلهم كلهم قاعد تحت الظل مستمتع